عندنا الفساد، احنا عندنا استبداد الرديف ديالو الفساد، ما كاينش. الناس طالعه عوالات نهب، المغرب باقا راه حلوب، خاصهم كل واحد يشوف الجهه اللي غادي يقبط منها. راه ما يمكنش ان تطلع ناس اليوم غير اكفاء فواحد العدد ديال المجالس، وكتلقاهم خرجوا بالفيرمات، خرجوا بهذه، يعني هاد الناس يعني بحال غيديو معاهم هاد الشيء لشي جهه وحده اخرى، كيف ما كان الحال ما كيحشموش وجههم صحيح، الضمير ديالهم ميت، لان الناس كلها كتشوفو كيسرقوا، يعني كيف يعقل وما تيخدموش المصالح ديال الناس. نظام نيو باتريمونيالي، يعني ملي خرجت فرنسا هذاك واحد المجموعه هي اللي استفدت من الريع، من الاراضي، من المياه، من 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 معادن، كل شيء، وهي اللي ولات غنيه في البلاد. ولا يعني هذه الاش سي بي، المندوبيه الساميه للتخطيط، كانت تكلمت في واحد الوقت على 150 عائله هي اللي تغنات، في حين حنا ولينا دوك البروليتاريين الجدد، الاساتذه حبسوا لهم يعني الاجور، حبسوا الاجور كلها يعني متدنيه ولا تساير المستوى المعيشي. اذا كنجيو نشوفوا اليوم ارتفاع الاسعار، واش هذا راه انتحار؟ راه كيفاش غادي الناس يمكن لهم انهم يستجبوا المتطلبات يعني الدنيا ديال الوليدات وديال الاسره وديال وديال وديال. اذا ملي جات الخلاصه باننا فشلنا في النموذج التنموي، عبر عليها الرئيس ديال الدوله، الملك ديال البلاد كيقول فشلنا، ولكن الخلاصه كانت شنو هي؟ اننا شجعنا الخواص، والخواص ما نجوليناش ديك القيمه المضافه، ما نجوش العدد ديال 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 فرص ديال الشغل، ما جعلوش المغرب بلد متقدم. اذا المراجعه الطبيعيه كان خاصنا، وخصوصا مع الجائحه، اننا نسترجعوا دور الدوله خصوصا في القطاعات الحيويه من تعليم وصحه، اساسي اساسي، لان شفنا الخواص اللي كيهمهم هو الربح. اذا ما يمكنش نخلي المدرسه للخواص، غادي يقريو داك الدراري، غادي والديهم يقدروا يخلصوا بزاف. اذا ما يمكنش، وحنا المغرب فقير، يعني راه الشرائح الواسعه ما عندهاش هذه الامكانيات. اذا حنا كنا كنتظروا بانه ملي تم الاعلان على فشل النموذج التنموي ومع الجائحه اللي بينات الدور الاساسي للمدرسه العموميه وديال الصحه العموميه، انه غادي نرجعوا بالفعل الدور الاجتماعي ديال الدوله، والدوله استراتيج انها تحمل مسؤوليتها، وانها تنهض بالاوضاع ديال التعليم في بلادنا والبحث العلمي، وتنهض بالاوضاع ديال الصحه العموميه، باش نضمنوا الكرامه ديال المغربيات والمغاربه. فاذا به كان العكس، واخا الخلاصه بين قال لك لا، حنايا المنطلق الاستمرار في تشجيع الخواص في كل المجالات. اذا هذه خلاصه اولى اللي هي لا تطابق المنطق ولا يعني الخلاصه اللي وصلنا لها. ولهذا دارت الدوله واحد لجنه خاصه، دارت نموذج نموي بعد استشاره مع واحد العدد ديال الاطراف، وخرجت بهذا الشيء ديالها اش خاصنا نديرو. ولكن ملي كنشوفوا اش خاص يتدار، مزيد من الخصصه، مزيد من الاستدانه، انا كنقول غنديروا مشاريع ولكن غادي نتسلفوا الفلوس باش غنديروا هادشي، مزيد من الاستدانه، ما كاينش مشروع ديال الارساء الجهويه الحقيقيه وديال التضامن بين الجهات والتكافؤ ديال الفرص، وما كاينش النهوض بالمدرسه العموميه وبالصحه العموميه، بل استمرار في تخريب المدرسه العموميه والصحه العموميه. هذا من ناحيه. اذا اليوم الا بغينا نديروا واحد تشخيص الاوضاع ديال البلاد على كل المستويات، نشوفوا المستوى السياسي منذ الاستقلال في 56، انتم ما كنتوش، ولكن كانوا والديكم كيحلموا بالمغرب الديمقراطي اللي فيه التضامن وفيه المساواة وفيه المواطنة. منذ ذلك الوقت وحنا في دساتير ممنوحة، الدساتير المغربية ليست بدساتير ديمقراطية وما فيهاش الفصل ديال السلطات، إذا بقى الاحتكار ديال السلطات. ولكن كتقول لي ما يمكنش، احنا كنظموا انتخابات بشكل منتظم، وعندنا مؤسسات محلية جهوية، عندنا البرلمان، الحكومة راهي كاينة، وكل شيء. إذا جينا نشوفوا الدستور في فرنسا، العناوين ديال المؤسسات الدستوريه كلها عندنا، زدنا توا المجلس ديال المنافسه، درنا سميتو مجلس على الحسابات، ما خلينا ما درنا. في الاسماء كل شيء كاين، ولكن السلطه غائبه ومغيبه. يعني انه المشكل البنيوي اللي عندنا مشكل سياسي، مشكل ديال طبيعه النظام، النظام اللي هو يمركز كل السلطات. اذا ما كاينش الفصل ديال السلطات، وما كايناش الامكانيه باننا نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه ولا المساءله. واش غادي شكون اللي غادي نسالوا في البلاد؟
لان الحكومه لا تحكم، هي محكوم بها يعني الحكومه جاء بها كما جاء بالحكومه اللي قبل منها وجاء بالحكومه الاخرى، يعني راه كتعرفوا نتوما كيفاش. اذا ما استطعناش منذ الاستقلال اننا ننظموا انتخابات حره ونزيهه كتعبر على الاراده الشعبيه، وهذيك الاراده الشعبيه بعدا خصنا نقريوها ونفقهوها وتكون الثقافه باش يفهم الانسان اش يختار، حيت ما خصكش تمشي ضد مصالحك ومصالح الشعب. واحد الجهه ما عندها ما نسوقاش المصلحه العامه ولا كذا ما غاديش نصوت عليها وما غاديش نخرط معها، خصني نشوف ويكون عندي يعني ثقافه. اذا احنا مازالين في المشكل السياسي، نظام يمركز كل السلطات، ما كاينش الامكانيه ديال المحاسبه والمساءله. ايوا ولكن هذه الانتخابات واش ايوا احنا عندنا ديمقراطيه سوريه ومؤسسات سورية. اذا انتم تتشوفوا انتخابات وتحكموا فيها وفيها الفلوس وفيها هادشي هذا، وكيستغلوا الفقر ديال الناس والجهل ديالهم، لان النسبه ديال الاميه راه باقا 47% في صفوف النساء و27% في صفوف الذكور، هادشي غير الارقام الرسميه، يعني راه بزاف. علاش ما قضيناش على الاميه بعدا؟ علاش علاش باش الناس توعى وباش هذا باش يكون الخيرات واعي. اذا الانتخابات عندنا كدار بشكل دوري منتظم، ولكن ما كتعطيناش تعبير حقيقي عن الاراده الشعبيه باش يمكن لنا غدا نقولوا رحنا امام سياده شعبيه، سلطه شعبيه كاينه ما كايناش. اذا القرارات فين كتاخذها؟ هذا هو السؤال العريض، وحنا تحنا طارحينه وحنا كنوجدوا المؤتمر ديالنا. كيف واين يؤخذ القرار في البلاد؟ كل القرارات